أيضا كمان سؤال استمع. صلاة الجمعة إذا جاءت في يوم عيد فهل تسقط كلية؟ يعني يرخص بأن لا يصليها المسلم؟ نعم. ولا يصلي مكانها شيء يعني الظهر مثلا؟ لا، إنما الإمام لا بد له من أن يجمع. يصلي الجمعة الإمام؟ نعم. أما الذين صلوا العيد فهم من الخيار. نعم. من شاء ترك ومن شاء صلى الجمعة. نعم. هل له أن يصلي الظهر إن لم يصلي الجمعة؟ لا، إذا سقطت صلاة الظهر فبالتالي تسقط أصلا. إذا صلت نعم صلاة الجمعة فبالتالي أن تسقط صلاة الظهر. جزاكم الله خيرا.